أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي نصيحتكم للشباب في هذه الأيام وخاصة طلبة العلم؟ الشباب هم ثمرة الأمة وهم عماد الأمة بعد الله سبحانه وتعالى، لأنهم هم الذين يرثون هذا الفضل العظيم وهذا الواجب العظيم بعد آبائهم، ويبلغونه للناس. فيجب العناية بالشباب، ويجب على الشباب أن يعرفوا واجبهم وأن يهيئوا أنفسهم لتحمل المسؤولية، ويعرفوا أنهم يحملون هذا الإسلام وهذا الدين بعد آبائهم، فليكونوا على أهبة الاستعداد واليقظة، خصوصاً في هذا الوقت، لأن الشباب الآن على خطر من الأفكار الوافدة ودعاة الضلال، وكل يجذبهم إليه من دعاة الضلال، فليكونوا على حذر من الفكر المنحرف، من فكر الخوارج، من فكر المرجئة، من فكر المعتزلة، من فكر الطوائف الضالة، ويلزموا ما عليه أهل السنة والجماعة، ما عليه أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة والأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم من أتباعهم. على الشباب أن يفهموا مهمتهم وأن يتهيئوا لتحملها، وأن يقوموا بما أوجب الله عليهم. هذا هو واجب الجميع.